الكلمة اللي سببت لك الإغماء؟ أخوي اتصاله بي عشان كلش مؤذي. تبرأ منك؟ هذا اللي سمعناه إنه لا ما لا مو تبرئة، بس تعنيف مو بعمري وأنا بيبية. قهرك؟ إيه شو تقولي له؟ هسه فرصة نصالحه شوية، ما أريد تبكين، صالحي وأكيد يشوفك. وإحنا أنا آسفة، بس أقول له آسفة وأعتذر. احنا ستبتول كلنا نحترمها وكلنا نحبها، وهذا حكي السوشيال ميديا ما أذاني يوقع والله، بين الاخوان، مفروض ما أذاني يوقع. حكي السوشيال ميديا كلش أذاني، من باب منا يتنمرون على شكلي، وهذا شكل خلق رب العالمين، وحتى لوني هو رب العالمين اللي مسؤول عن هذا اللون، انه يخلق من الانسان ابيض اكو احلى من يخلق الاسمر. اسمر يخلق. وتأذيت من ورا الحكي مالت العرس مال حيدر. انا قويه مو ضعيفه، بس من تكون الموضوع يم اهلي يصير الموضوع شويه، لان انا كلش متعلقه باهلي، من النوع اللي ناس بسطاء ويعني عايشين جنب كلينكس الحياه على بالزخمة قولي. شباب.